أنوار السيد نبات أنا الضعيف الراهب أنا الضعيف الراهب المدعو بنعمة الله المدعو بنعمة الله إلى رتبة الكهنوت في دير السريان العام رغم عدم استحقاقي أتعاهد أمام الله رب الأرباب وراع الرعاة وأمام ملائكته وقديسيه وأمام أبي الأنبياء رئيس الدير وأباء الكهنة والرباط ومجمع الدير أتعهد بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير وأن أحترم قوانين الكنيسة المقدسة وأحافظ على تقاليدها وطقوسها وتعاليمها وأتعهد بأن أضع صالح الكنيسة والدير فوق كل اعتبار وأن أبتعد عن محبة المال ومحبة النصير الأكبر ولا أتعالى عن إخوتي ولا أقصر في خدمة أحد منهم وأتعهد ألا أمارس أي عمل كهنوتي داخل الدير أو خارجه بدون تصريح أبي رئيس الدير كما أتعهد بألا أسعى نحو الوظائف الكنسية ويكون ارتباطي بها لضرورة بموافقة الرئاسة الكنسية مظهرا طاعة كاملة نحو عودتي للدير في أي وقت حسب أمرها وأكون مطيعا لأوامر رؤسائي وتكليفاتهم غير متجاوز حدودها وتوقيتها وأن ألتزم أثناء خدمتي بالمبادئ الرهبانية غير متهاون في إتمام قوانين الرهبانية التي هي حصن وسلاح لي ضد محاربات الشياطين وأن أسلك حللت فيه بأي مكان حللت فيه وأن أنتظم في قضاء فترات خلوة روحية للدير كما أتعهد لأن ألتزم بقرار المجمع المقدس الخاص بعدم قبول اعترافات النساء داخل الدير أو خارجه كذلك أتعهد بالخضوع الكامل لرئاسة الكنيسة العليا ممثلة في قدس البابا البطريرك الرئيس الأعلى للرهبنة القبطية وأبي رئيس الدير مع توقيري واحترامي للآباء المطرنة والأسقف وأكون تحت الحكم الذي يفرض علي عند مخالفة في أي أمر وأطلب من الله أن يهدي نعمة وقوة بصلواتكم حتى أقوم بهذه المسؤولية الخطيرة وأؤدي بأمانة كافة ما يتطلبه مني عمل الكهنوت الجليل صلوا عني يا أبائي وأخواتي القديسين ها مرضانية لكم جميعا فلنشكر سامع الخيرات الرحمة الله
أيها الرب إلى القوات الذي قد نصيب بالكلمة الذي كنت مباشرة في القلوب وكل اسم المتفق أفضل كريمتنا كل جنس بسر الروح مازق سحاب القتائم وظلماتنا نسير بالخير لأننا أخواتك بيانا وتدنك الوحيد وقال الله القدس لنكون مستقبلين لخدمة زراف جديدة كان ستير استحقاق نحمد اسمك القدوس ونخدم كأنوك أخريك المقدس ونتدار نشرك في خطايا غريبة كل محلت لنا وبنحن يا سيدنا نصنع المائدات ونعب لنا معرفة لنقول ما يبغي وندعو إلى مسبوعك المقدس وأقول لك التسلسية الكاملة ستسيد عبيدك الوقت فينا أن نكون تزيلنا بارك السماء لابن نكسرك كثير رحمة أي كل من دعاك أن صدنا قوم ابنك الوحيد لرب سنة والدور أمين نعمة ربنا يسوع المسيح المكملة لنقصنا بمسألة الله لك والروح القدس تحل على عبيدك هؤلاء الداخلين بخوف ورياضة وتواضع قلب إلى المذبح المقدس جاهزين رافعين عن كروبهم إليك أيها الرب الساكن في السماوات منتظرين مواهبك السمائية لينتقلوا من طقس الشماسية إلى رتبة القسيسية في بيعة دير السريان العامل والمذبح الطاهر اطلبوا كلكم لكي تحل عليهم موهبة الروح القدس امين فينا أيضا روحك القدوس الذي لنعمتك غير المصنوعة لمنحة روح حكمتك ليمتلئوا من كل أعمال الشفاء وكلام التعليم وليعلموا شعب الوداعة ويتعبدوا لك بطهارة فكرنا ونفس منسحقة ليكملوا أعمال الكهنوت على شعبك أما الذين يقتربون إليهم أيضا فليجددون بحميما من هذا الجليل وأنا أيضا تحفظني من كل خطيئة غريبة وأعفك لي مما يجب علي من ذاتي
وسط ابنك الوحيد ربنا من خلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبل المجد والكرامة لكي استحقهم قبلك ان يكملوا كهنوتهم غير عوجاك ليأخذوا برحمك مع رزنبك بالبد ان رحمك انفر ذكا بغيرك الاكرام من كل احد والسجود ولا ولدنا وَأَفَضْتَ مَعِبَةَ إِزَادَ الْغِنَى عَلَى عَبِدَكَ وَلَا أَتْنَسَرْنَكُمْ مِنْكَ أَحْمُرُ بَشَرٌ
يا سيدنا اسمعنا كثرة رأفتك واسر بهذا الشفت ونيرة السارة بعبيدك ولا من قبل قبر وقدس عليهم قومنا وتحتيانا بتهارة بنعمة صلاحك اخترنا معهم بصلاحك نعمل ونربع في الوزنات وننال ما في الأزين عمل مشيئتك من البدعات الوكيلة من الحكيم في زهور ربنا وإلانا وخلصنا يسوع المسيح Vamos a ver.